بعد سمو الأميرة بسمة بن طلال فعاليات بازار السلك الدبلوماسي الخيري لمنبرة أم الحسين الذي يقيم في مدينة الحسين للشباب، وقد خصص ريعه بالكامل لدعم أطفال المبرة. وشارك في البازار حوالي 30 بعثة دبلوماسية في المملكة، عرضت مجموعة متنوعة من المنتوجات التي تمثل حضارات وثقافات الدول المشاركة. وبعد الافتتاح جالت سموها على أجنحة البازار واطلعت على محتوياته. وقالت سمو الأميرة بسمة في كلمة ألقتها بحضور سفراء الدول المشاركة وعقائلهم، إن الهدف الأسمى لبازار السلك الدبلوماسي هو دعم أطفال مبرة أم الحسين وإعدادهم وتمكينهم ليصبحوا ناجحين وفاعلين في المجتمع. افتتاح كثير سعيد بعد سنتين من انقطاع بسبب جائحة كورونا، مع أنه كنا نعمل إلكترونيا بس يعني كان يعني مش نفس الشيء. اليوم الفرحة بتغمرني لأنه شفت هيك هالحيوية رجعت للبازار، المشاركة الدولية، الناس مبسوطين إن كان يشاركوا بطاولات أو بدعم أو بمؤازرة، وكمان زوار للبازار، يعني كأنه هيك حياة جديدة عادت. طبعا لسه الجائحة موجودة والكورونا موجود، لكن أعتقد أنه في تجديد هلا، وكلنا كتير مبسوطين وفي إقبال كتير كبير السنة. أظن أنه يعني الريع اللي راح يحقق لمبرة أم الحسين ولأطفالنا اللي هو هذا يعني السبب الرئيسي والهدف الكبير يعني لإقامة هذا البازار كل سنة، فإن شاء الله أنه نقدر فعلا نطلع بنتائج طيبة كلها لدعم أطفال مبرة أم الحسين.